أكد الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يزيد ياريشان بأن كل مشاكل النادي سيتم حلها بشكل تدريجي بعد رحيل شريف ملال وإدارته، والتي تركت العديد من القنابل المفخخة لخليفتها. وأوضح الرجل الأول في الجي اس كا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد بأن الأمور ستعود لمجراها الطبيعي قريبا رغم صعوبة المهمة، قائلا: استلام المهام كان أمرا معقدا، لقد وجدنا بأن جميع الإجازات 27 تم استغلالها، مما يعني بأننا غير قادرين على ضم عناصر جديدة. وواصل قائلا: سنكون مجبرين على فسخ بعض العقود للقيام باستخدامات وتواصلنا مع التعداد الحالي المتربص في تيكي جدة، وأطمئن الأنصار بأننا سنكون في مستوى التحدي الذي ينتظرنا. كل هذا جاء في الندوة الصحفية التي أجرها يزيد ياريشان. ننتظر تعليقاتكم مع فيديو جديد إن شاء الله. سلام.